بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنا لينكس، معكم عبد المجيب. عوده لللينكس مينت وبعض الاشياء الخاصه باللينكس مينت. طبعا اتكلم الان انا باللينكس مينت بواجهه ماتي، تمام؟ لا يهم الاصدار لان بتكلم عنه اليوم، ما يهم اصدار 13 17 15 20، قد تفتقد بعض الميزات اذا كنت قديمه، لكن تابع درس اليوم. درس اليوم كله عن تخصيص المنطقه هذه اللي هي المنيو. اوكي، المنيو هذه فيها خصائص معينه احنا نقدر نستفيد من تخصيصها بحيث انه يعني تطابق ذوق المستخدم، تمام؟ اذا كنت تستخدم واجهه سينمن، راح اتكلم عن سينمن ان شاء الله. طبعا انا شفت الاغلبيه يستخدمون الواجهه هذه، وانا من الناس اللي تستخدم واحبه، لذلك راح اتكلم عنها اليوم. الواجهه هذه او عفوا المنطقه هذه وش فيها، تمام؟ طبعا المنطقه هذه مقسمه الى بليسز اللي هي الاماكن، سيستم اللي هو نظام، اذا كنت تستخدم باللغه العربيه ما عندك مشكله تابع معي، تمام؟ عندك الفيفوريتس اللي هنا المفضله، وفي عندك اللي ضغطنا على اول ابلكيشنز راح يعطيك اللي هي تطبيقات كامله، تمام؟ اليوم راح نشوف كيف نقدر نتحكم بهذه، وكيف نقدر نحصل على افضل امكانيه وافضل سيطره على المنطقه هذه. اوكي، خلينا نشوف ايش راح نسوي. طبعا اضغط على بزر الايمن ثم ادخل على الخصائص بريفرنسز. اوكي، اوكي هذه هي. طبعا بالبدايه راح يظهر لك اللي هو شو بوتون ايكون، زي ما انت شايف هنا في ايقونه سوداء، لو شلت علامه الصح من هنا راح تختفي الايقونه، تمام؟ زي ما انت شايف بالشكل هذا. هنا منيو ممكنك تعدله الى شيء ثاني، مثلا تكتب بالعربي، مثلا تكتب باسمك، والله ممكن تكتب اللي تبي، ممكن تكتب بوم عادي. اوكي، فاضغط على بوم الان يفتح، زي ما انت شايف تغيرت بوم. بالنسبه لهذا سوبر ال اللي هو زر السوبر، تمام؟ زر السوبر اللي هو بلوحه المفاتيح اللي هو تحت يسار جمب كنترول، تمام؟ هذا يسمى سوبر، تمام؟ بالويندوز يسمى افتح الويندوز، وعليه شعار ويندوز اصلا. فلما اضغط عليه يفتح لك القائمه هذه، ممكن تغيره، اضغط عليه وتحط اي شيء ثاني. اوكي، ممكن تحط كنترول زائد سوبر. اوكي، لاحظ انه طبعا كنترول زائد سوبر الحين فتحنا القائمه هذه. اوكي، بالنسبه للايقونه، هذه الايقونه الحاليه، ممكن تضغط هنا وتختار ايقونه ثانيه، تمام؟ زي ما انت شايف هنا في بعض الايقونات، تمام؟ عندك ممكن تختار منهن. ما اعتقد هذه حلوه. اوكي، جميل جميل. طبعا هذه ايقونه لينكس مينت، انا ما ادري ليش ما تغيرت الايقونه من تحت، خلينا نشوف نشيلها ونحطها مره ثانيه. شباب تم شباب، طبعا الجهاز اللي نستخدمه فيرتشوال ماشين وضعيف جدا، لذلك قد نواجه مشاكل معه. اوكي، تغيرت. اوكي، طبعا انت على جهازك ما راح تواجه اي مشكله لانه هذا فيرتشوال ماشين. طيب راح ندخل مره ثانيه على الخصائص علشان نكمل التعديل. يلا اوكي، خلصنا من المنطقه الاولى هي المين باتون. راح ندخل على البلجنز. طبعا البلجنز اللي هي اضافات. اوكي، زي ما انت شايف لو ضغطت هنا في هنا منطقه اسمها اماكن، بليسز، سيستم، ابلكيشنز، وفي فيفرتس، تمام؟ ممكن انت من هنا تشيل بعض الاشياء، والله واحد يقول انا ما استخدم البليسز وهذه، اكتفي من هنا، فانت ممكن تشيل اللي هي السيستم والبليسز بحيث انه ما يطلع عندك الا تطبيقات بس. طبعا لازم كل ما عدلنا نصبر شوي. طبعا هي ما يصير بالواقع كذا، لكن معالج الجهاز هذا ضعيف، نصبر شوي. اوكي، زي ما شايف الحين طلع عندي اللي تطبيقات فقط مفضله وبقيه التطبيقات. طبعا ممكن انك تحط بعض الاشياء وتشيل بعض الثانيه على حسب ذوقك. زي ما انت شايف الحين لو ضغطنا هنا راح يعطيك اللي هي سيستم مع البرامج. الخيار الاول اللي فوق هذا هو انك اول ما تفتحه، طبعا في اللي هي المفضله هذه. اوكي، المفضله هذه تلقائيا تكون مفتوحه، لكن انت لما تضغط على اول ابلكيشنز تجي انت تدخل تحصله ماسك على الاول ابلكيشنز. لما تحط صح علامه هنا، هنا تلقائيا كل ما تدخل تحصله حاط على الفيفوريتس اللي هي المنطقة المفضلة هذه. طبعا المفضلة هذه ممكن تضيف له مجرد تدخل على البرامج، والله اباوت مي، ممكن تضغط على بزر الايمن اد تو ماي فيفورتس، راح تحصلوا انه اضافوه هنا. وين راح اباوت مي؟ اب اوكي، وين راح؟ ممكن لانه ما في مكان له. مليانة هذه، خلنا نحذف واحدة. اوكي، هذه طلعت، تمام؟ طبعا احنا راح نشوف طريقة توزيعه او توسيعه بالاصح. فانت لما تحط علامة صح هنا راح يعطيك اللي هي مفضلتك بالبداية، او مضغط يعطيك المفضلة حقتك. طبعا نرجع البليسز بالمكان. في عندك شو ريسنت دوكيومنتس، طبعا انا استخدم هذه، يعني ما له داعي يجي واحد يستخدم جهازي بعدي ويشوف شو انا فاتحة اخر شيء. فلما تحط علامة صح هنا راح يعطيك اللي هي اخر مستندات انت فتحته، تمام؟ غالبا اذا كنت فاتح شيء، تمام؟ لكن انا فتحت شيء ذاك هو ما راح يظهر شيء.
هنا بالنسبة للحجم الإطار، تمام؟ الإطار حجمه 1 بكسل اللي هو إطار المنيو نفسه، ما يبين 1 بكسل، لكن لو زدنا هنا الحين ده حطيناه مثلا إلى 10 راح يبين عندنا إنه في إطار صار، أوكي؟ زي ما أنت شايف هنا إطار عريض جدا صار وطلع، أوكي؟ طبعا المنطقة هذه اللي هي الريسنت دوكيومنتس اللي هي المستندات المستخدمة أخيرا، تمام؟ فاحنا استخدمنا الأيقونة قبل شوي طلعت هنا. ممكن تضغط على كلير عشان تمسح المنطقة هذه. طبعا انا ما افضل هذه ولا افضل هذه، هذه تبقى واحد احسن. نجي لموضوع ثاني هو الاوباسيتي، تمام؟ يلا افتح. طبعا الاوباسيتي اللي هي الشفافية، ف 98% مو بشفاف، يعني شفاف بس بشيء بسيط ما يبين. انت ممكن تنزله الى الرقم اللي يعجبك 60 مثلا، اوكي؟ طبعا انا ما راح يبين لي شفافيه هنا المعطل الشفافيه، لكن راح اتكلم ان شاء الله بالدرس الجاي عن طريقه تفعيل الشفافيه بالنظام، تمام؟ خلصنا من هذه، نجي حل الثيم. طبعا افتراضيا انه يستخدم اللي هو ديسكتوب ثيم هذا، لكن تقدر تختار ثيمات ثانيه زي كراكس مثلا. الان لو نفتح اللي هي القائمه راح يعطيني ثيم كراكس. افتح يا صديق، اصبر شوي. في عندك اللي يوز كاستم كالرز، ضغطت عليه علامه الصح، ممكن تختار الالوان خاصه بك خلفيه زي ما صار تغير الحين لونها، كانت قبل شوي لون ثاني والحين اختلفت صارت بالثيم كراكس. طبعا ممكن تختار اي ثيم يعجبك من هذول، لكن يترك على ديسكتوب ثيم علشان تستخدم اللي يعجبك. بالنسبه لهذه هي لون الاطارات، وهذه لون اللي هي التظليل او اللي يكون فوق الايقونه، وهذه لون خلفيه البرامج. طبعا احنا نشيل هذه علشان نستخدم الديسكتوب زي ما هو. طيب عندنا ابلكيشنز اللي هي التطبيقات. لو لاحظت هنا التطبيقات في عندك تعليقات جنب التطبيقات، او كل تطبيق تحته تعليق او شرح معين على التطبيق نفسه، تمام؟ في عندك هنا شو ابلكيشن كومنت، تمام؟ زي ما تلاحظ فيه تعليق على البرامج، حتى لو رحت هنا اعتقد انه في تعليق. لو شلت العلامه هذه راح تلاحظ انه شال اللي هي التعليقات من البرامج، اوكي؟ لاحظ انه طلع لك بس اسم البرنامج بدون تعليقات، تمام؟ شو كاتيجوريز ايكونز، طبعا هذه اللي هي الايقونات الخاصه بالاقسام. لو جيت هنا الحين راح تلاحظ انه الاقسام راحت الايقونات منه. طبعا خلونا نرجع هذه على عشان نقدر نروح نجي على كيفنا. لاحظ انه الايقونات راحت من هنا، ما في ايقونات، اوكي؟ نحط علامة صح عشان الايقونات. هوفر، تمام؟ الهوفر لو تلاحظ معي الحين انه لو جيت هنا لو مررت الماوس تلقائيا نفتح القسم هذا. لو شلت علامة الصح هذه يضطر انك تضغط على علامة القسم علشان يفتح القسم، لازم ضغط بالماوس، تمام؟ طبعا الهوفر فيه ايضا توقيت له، لاحظ انه الانتظار طبعا 150 ملي سكند علشان يفتح، ممكن انك تنزله الى مثلا 50 ملي سكند، طبعا راح يكون اسرع مو باحسن لكن راح يكون اسرع. لاحظ طبعا انت ممكن تحطه ايضا واحد واحد راح يكون سريع جدا زي ما انت شايف. طبعا يفضل تتركه على ما هو عليه 150 او انك تحط اللي يعجب. بالنسبه للايكون سايز اللي هو 22، لازم تنتبه انه حجم الايقونات بشكل عام 22 32 42 64 128، تمام؟ فانت اذا تبي تزيد لازم تحط المناسب. طبعا لو انك زدت غير مناسب لا تظهر الايقونه، ما راح تسحب عليك، لكن راح تظهر مو بالشكل المناسب له. لاحظ عندك الايقونات هنا زاد حجمه، اوكي؟ انا ممكن احط 64 بعد، طبعا انا من النوع اللي يحب الايقونات الكبيره، تمام؟ فممكن تحط 64 وتنبسط زي ما انت شايف هنا كبيره جدا، اوكي؟ اذا حترجع بس اكتب الرقم 22 زي ما كان وراح يرجع الموضوع طبيعي. في نقطه مهمه ايضا، تمام؟ خلي علمه عليه. طبعا هذا بالنسبه للسيرش في حاجه جميله جدا، الان لو جيت بحثت عن برنامج هنا، اوكي؟ لنفترض دوكي، دوكي موجود عندي بالنظام مثبت. دوكي، اوكي؟ لاحظ هنا انه دوكي موجود. طيب، السيرش هذا انا ممكن استخدمه بحاجات ثانيه، برامج غير موجوده. زي مثلا افانت. افانت ويندو، اعتقد اسمه بالشكل هذا، افانت ويندو مانجر، تمام؟ ما ضبط، اوكي مو بهذا اسمه. طيب انا ممكن ابحث عن حاجه ثانيه، برنامج غير مثبت، مشكله من كل شيء مثبتينه، جناش، تمام؟ لاحظ معي لما كتبت جناش اللي هو مشغل فلاش اظهر لي هنا انستول، راح يظهر لك حزم او برامج ممكن تقدر تثبتها من هنا مباشره بدون ما ادخل على مدير التثبيت، اوكي؟ لذلك انا ممكن اضغط على انستول باكج جناش من هنا،
ثم راح يطلب منك الرقم السري حق اليوزر حقك تدخله ثم يثبت البرنامج بدون ما تدخل على مدير البرامج. اوكي طيب طبعا راح ننتظر لما يفتح. بالنسبه لهذا ريمبر لاست كاتيجوري اور سيرش طبعا اوكي طلعت لك هذا طلع الانستول من هنا ثم ضغط على رقمك السري راح يثبت لك البرنامج تمام. طيب ريمبر طبعا ممكن تشيل هذا ترى على المناسبه كل ما خففت من الاشياء الموجوده بالقائمه تفتح وتتعامل معها بسرعه اكبر. اوكي هذه مجرد تذكر لاخر شيء فتحته تمام. فانا ممكن اجي هنا واحط على الانترنت وادخل هنا وخلاص تمام. انا لو جيت راح الاحظ انه فاتح على الانترنت ما راحت، لكن لما اشيله اعتقد انه ما راح يبقى على الانترنت. خلينا نشوف اوفيس مسك. عموما هذا هو خاص بالبحث تمام، هل تبي تذكره ولا لا. بالنسبه لقائمه المفضله، المفضله عندك عمودين اوكي، لو جينا هنا الفيفوريتس عمودين، ممكن تزيدها هنا علشان تشيل اكبر حجم ممكن من البرامج، لذلك انا ممكن ازيدها الى 4. اوكي الان راح يتغير الحجم الى 4 ايقونات زي ما شايف، بحيث اني اقدر اضيف اشياء اضافيه ما عندي مشاكل. هذا حجم الايقونات ممكن اصغره علشان يعني اوفر مساحه. الحين لو جيت هنا راح تلاحظ انه كل شيء تمام ولا عندك مشاكل. بالنسبه لسواب نيم اند جنريك نيم، راح تلاحظ هنا انه هذا مو باسم فايرفوكس الكبير، مكتوب ويب براوزر اللي هو وصف البرنامج تمام. هنرجعه زي ما هو عليه اثنين تمام. لو جينا الحين لما الويب براوزر راح نلاحظ انه مكتوب ويب براوزر مكتوب فايرفوكس. لو حطيت علامه صح هنا راح ياخذ اسم البرنامج هو الكبير، والوصف راح يكون تحت. لاحظ معك بيجن وبعدين تحت اللي هو الوصف الخاص بالبرنامج، كالكوليتر ثم تحت الوصف تمام. نجي الان لبليسز. بليسز اللي هي الاماكن، طبعا لو تلاحظ هنا في اماكن اللي هي كمبيوتر والى اخره، ممكن من هنا تشيل الاشياء اللي ما تبي، ممكن تشيل نتورك ما تستخدمه، ديسكتوب ما تستخدمه، ممكن تترك تراش. فانا لو جيت دخلت هنا راح تلاحظ انه موجوده فقط الاشياء اللي حطيتها. هذه الشغله حلوه لكنها راح تطلع حاجه طويله اللي هي جي تي كي بوك ماركس. طبعا انت لو دخلت على الهوم مثلا من هنا في مفضله زي ما انت شايف هنا، ممكن تضيف مفضله خاصه بك، يعني ممكن تضيف الببليك هذا تسحبه وتحطه هنا مع المفضله. لحظة سويت هنا ادخل على تمبلتس، ادخل على بوك ماركس، ات بوك ماركس، راح تلاحظ انه تمبلتس طلع هنا اوكي. طبعا هذه هي المفضلة بحيث انك تلتقى دائما برنامجك او ملفك موجود هنا. الان لو جينا البليسز من هنا ثم حطينا على يوز او شو جي تي كي بوك ماركس راح يظهر المفضلات حقتي. لاحظ انه ظهر عندي التمبلتس تمام. بعض الناس يحبه بعض الناس ما يحبه، انا ما احبه. طيب انت ممكن هنا تضيف كاستم بليسز بحيث انك تضيف مكان على كيفك، ممكن تسمي هذا هوم وتضيف مجلد ايا كان، مثلا تستخدم هذا اوكي. راح تلاحظ الحين انه ظهر لك مجلد اسمه هوم او مكان جديد اسمه هوم. ليش ما ظهر؟ ليكون على باله اني بعيد تشغيل الايقونه، اعتقد تحتاج اعاده تشغيل الايقونه لذلك راح احذفه كانك شفت شيء تمام. ندخل مره ثانيه على التخصيص يا ابو شباب شباب. عموما تقدر تستخدم المفضلات مكان اللي هي هذه. طيب نروح اخر شيء للسيستم تمام. في عندك السيستم اللي هنا الموجودات هنا تمام، في خاصيه كاني نسيتها اي هذه سكرول بار. طبعا هذه ميزتها انه تصغر لك المكان المنطقه هذه اللي صارت كبيره، وتقدر انك ترقى وتنزل على راحتك. بمعنى انه لو زدت الشغلات هذه تمام، طبعا حتى الان ما بعد زدتها، خلينا نزيد شوي. طبعا ما اعتقد انها بتظهر هذه. الفكره وما فيها انه لو من تحط الزياده بالحجم تلاحظ انه في هنا شغله ترقى وتنزل. طبعا ما ظهرت لانه اساسا لينكس منت ما تعتمد اللي هنا المفضلات التلقائيه اللي يظهر هنا اوكي، مع ان هن مفضلات اصلا اوكي. تدري شلون كبرت براسي وبحط مفضلات. كرييت فولدر كرييت فولدر كرييت فولدر كرييت فولدر، راح ادخل هنا اضيفه الى مفضله، راح اضيف هذا. ما في هنا اد بليسز اسرع، ما في اوكي. راح اجي هنا اد بوك ماكس ثم اروح ورا اد بوك ماكس، اعتقد انه يكفي. خل اشوف اضفنا اثنين ثلاثه خلاص يكفي تمام. الان لو جينا حطينا على شو جي تي كي بوك ماكس هنا راح تلاحظ انه طلع عندنا تمرير تمام. هذه فكرته بحيث انك لو انك الغيت شريط التمرير هذا راح تظهر القائمة طويلة. طبعا هو الفائدة منه انه يوفر مساحة تمام. ممكن تحكم بالطول وتحط 100 تمام، بحيث انه يكون مساحة التمرير 100 بكسل فقط.
اوكي بالنسبه لحجم الايقونات زي ما قلت لكم انه ما في جديد، مجرد تحط حجم الايقونات وتروح هنا تلاحظ انه في حجم ايقونات. لو جينا للسيستم من هنا الله يسلمكم راح تلاحظ انه الو سكرول بار طبعا نفسه بالضبط، راح يكون في شريط تمرير هنا بالسيستم، ممكن هنا تشيل بعض الاشياء. انا ما ادخل السوفت وير مانجر كثير اشيله، كنترول سنتر ما ادخله، تيرمينال لوك سكرين ما ادخل، لوك اوت لا لانه مستخدم واحد، لذلك انا ممكن اوفر مكان واستخدم حاجات بس انا استخدمها. تمام، انا لاحظت انه كل ما عدلت شيء ما يصير شيء، ليش؟ ليش في اشكاليه عندي اعتقد بالمنيو هذا. عموما ما عندك مشكله، انت راح تضبط عندك ان شاء الله. اوكي نرجع لحجم الايقونات، حطها 23 30 مثلا، نجي هنا نلاحظ انه ما تعدل شيء. طيب ممكن اننا لا لو حذفناه بسبب مشكله. طيب هذا بالنسبه لي طريقه تعديل الايقونات او القائمه. في حاجه ثانيه اللي هي ايديت منيو اللي خاصه بتعديل القائمه حقه البرامج. تمام، لو لاحظت معي هنا الان انه في شباب في هنا برامج، في بعضها ما تدخلها كثير، لنفترض الجرافيكس ممكن تشيله، تروح تشيل علامه الجرافيكس، ممكن انك تشيل الاوفيس، ممكن تشيل الساوند اند فيديو. اوكي فراح تلاحظ انه الايقونه عندك او عفوا القائمه عندك صارت شوي. تمام، اذا حاب انك تضيف اشياء اضافيه ممكن تضيفها من هنا ما عندك مشاكل. اد طبعا هذه اضافه منيو جديده فممكن تسميها ماي منيو. تمام مو بلازم كومنت. تمام الان ظهر عندك اللي هي قائمه برامج جديده، وينها؟ ماي منيو. بالداخل الماي منيو هذه ممكن تسوي نيو ايتم. اوكي طبعا نيو ايتم هو برنامج ممكن تسميه اي شيء، ممكن تسميه فاير فوكس. تمام كوماند اللي هو فايرفوكس عشان يفتح فايرفوكس. تمام لاحظ طلعت عندي قائمة فايرفوكس. طيب الان انا طلع عندي فايرفوكس هنا، لاحظ معي انه فايرفوكس طلع تحت، طبعا ما اعتقد منت راح تطلعه راح تتجاهله. تمام بسبب انه عنده بعض السياسات بالقائمة دي. عموما هذه فكرة انه كيف تضيف بعض البرامج. اوكي ريموف ممكن تحطه فوق تحطه تحت، ممكن تحط فواصل تسوي اللي تبي، لكن اساسا قائمة المنيو منت او منت منيو هذه ما لها علاقه او ما تعطيك امكانيه تخصيص كبيره بموضوع المين منيو هذا. اوكي لان هي اساسا للجنوم. طيب انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس جاي. اي اسئله اي استفسارات منتدى الدعم الفني ينتظركم، تعليقات ممكن اتاخر عليكم، نشوفكم ان شاء الله وبامان الله.